حطيت دلوقتي الكمون، حطينا الكمون وهحط الفول ده. الفول ده رائع، الفول معاه. بصي بقى البيض، البيضه هقوم قطعها ترنشات كده. الله، ده هو نفسه بيقول كلني من غير اي حاجه. كده ده بقى لما تحط صوابعك كمان جوه. هحط صوابعي دلوقتي فيه. انتوا عارفين نونا بتحب قوي فكره ان احنا صوابعنا هي اللي بتجيب الاكل الحلو، مش ايه، مش اي حاجه تانية. عايز احكي لكم حاجه على فكره كمان، الست لو طبخت طبخه وهي زعلانه بيطلع وحش جدا. اساليني، بيطلع وحش. اساليني. طب انا مره كنت متضايقه، والله العظيم زي ما والله شفتي. لا كنت متضايقه مره وشد انا وكريم كده، شفتي؟ وبعدين راح قال لي عايز مكرونه، وانا بقى زعلانه تطلع هباب، حته مكرونه هباب. لا وبعدين وهو بقى ما بيسكتش، يعني مش هياكل مثلا، ويقول لي خلاص حلوه. بس ايه اللي انت عاملاه ده؟ لا طبعا. قلت له تصدق عيب ان انت تقول كده. لما تيجي بقى تطبخه لما بقى المزيكا بجد بتفرق. راديو تهدي اعصابكم وقوم فاتحاه. الاكل برضو يحب يسمع المزيكا. صح صح. وبعدين علشان الهضم بتاعنا ما يبقاش متعصب، والست تبقى ناعمه ورقيقه كده اهوت، وتقول له سمي كده بالرحمن وناكل سوا كده لقمه هنيه، يعني بتجيب والله بجد فعلا الهنا كل. والله احلى من الفراخ. بصوا انا ايه، انا بس بهرس خفيف قوي عشان الفول برضو نحس بطعمه، لانه بيبقى حلو قوي. لا 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 ده حاجه يعني كمان فول ده مدمس بقى في البيت. الله، قولي لهم بقى اننا بندمسه ازاي والنبي في البيت. ده سهل جدا جدا. قولي لهم بقى، هو بس صعوبته في ان احنا يعني لا تحطي فيه هننقعه او تغسلي الفول كويس، وبعدين تحطيه في شويه ميه، تسيبيه يعني ساعتين ثلاثه، او سيبيه من بالليل، من الصبح لبالليل. وبالليل بقى تجيبي الدماسه تحطي فيها، وتحطي الفول وشويه ميه صغيره وليمونه وطماطمايه، وعايزه تحبشي كمان تحطي بصله، مش هتقول لا. تحطي فصين توم، مش هتقول ابدا. فهتبقى للصبح بقى يهدى على نار هاديه جدا بالسبرتايه، وتحطي بقى والصبح تشم الريحه بقى ايه، روعه. ها ولا تقولي فراخ ولا حمام ولا اهو رومي. سبحان الله، حطت فيه افيد حاجه من الكل اللي انا بقوله ده. دي حقيقه. تتلو سنه زبده كده برده، زيت الزيتون بقى كمان بقى طعمه. الزيت الزيتون ده ساحر للعظم وللصحه وللمعده والهضم، الحاجات المفيده يا جماعه. كله الاكل المفيد صحي ومفيد ورخيص. صح. يعني واحنا دلوقتي الغلا للاسف يعني والله ولا غلا ولا حاجه، احنا اللي بنعمل الغلا. الست الشاطره تلم الدنيا كلها بفلوس قليله، وتحط تعمل طبخه حلوه زي دي كده، وتحط عليها تزوقها، يا سلام، يقعد وياكل ويدعي لك. طيب هتاكلوا تدعوا لي كلكم سامعين؟ دلوقتي كله هياكلوا يدعي. الغلا الجميله دي ولا ايه؟ انت رايكم يا جماعه الشباب؟ يعني اولا بيدي طاقه، ويدنك طول النهار مش عايز تاكل. يعني خليك زي الصخر كده، جوكم اعملوا. عايزين الشاب الراجل اللي هو اللي بيتحمل، اللي كان بيلبس البدله وهو نازل. بدله ده هو المدارس كانت بالبدله والكرافته والطربوش. لا لازم الطربوش، مش عارف الطربوش ليه. الطربوش على راسه الطربوش يدي قيمه جميله جدا، وكانوا رجاله من صغرهم ما شاء الله عليهم، ربنا يحميهم.